على وقع العقوبات الأمريكية على طهران، التظاهرات الاحتجاجية تتنقل في مدن عدة. المتظاهرون نددوا بالظروف الاقتصادية والفساد داخل الحكم والمنظومة السياسية. العاصمة طهران شهدت تحركات في أحياء عدة بعد الانهيار الكبير لسعر صرف العملة. شوارع كركر وانقلاب وتقاطع ولي عصر وأكبتان شهدت تحركات احتجاجية. مدينة زنجان هي الأخرى شهدت تظاهرات ليلية، فيما تحركت شرطة القمع لمنع توسع التظاهرات. وكالة الصحافة الفرنسية أكدت انتشار عناصر مكافحة الشغب في منطقة كرج غرب طهران، حيث سجلت النسبة الأكبر من الاحتجاجات. شبكة الانترنت قطعت في المنطقة في إطار إجراءات اتخذتها طهران لمنع تغطية الاضطرابات، وشملت فرض قيود مشددة على الصحفيين الأجانب وفق وكالة الصحافة الفرنسية. عمر حرقوس، العربية.